كابتن خالد العطوي المدير الفني للمنتخب السعودي تحت سن 20 عام، يعطيكم العافية. خسارة الثانية على التوالي للمنتخب السعودي. وشيء الحمد لله رب العالمين، شكرا لكم لاهتمامكم ومتابعتكم. قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين، يعني ما كانت مكتوبة لنا، والمنتخب المالي للأمانة يستحق الفوز. ذكرت في المؤتمر الصحفي انك تتحمل خسارة كابتن. اكيد، ما دام اني انا مدرب انا اللي اتحمل خسارة، اكيد انا المسؤول عن كل ما حدث اليوم. ما الذي يختلف عن بطولة آسيا والمفاجآت اللي قدمها الكابتن خالد العطوي عن بطولة كأس العالم؟ ما راح نقدم اعذار ولا شيء، الكل يعرف احنا يعني قدمنا اللي احنا نقدر عليه كجهاز فني، لكن كل واحد يعرف مسؤولياته وكل واحد يعرف العمل اللي المفترض يقوم فيه. الحمد لله رب العالمين، احنا حاولنا. كنتم افضل يا كابتن، ايش اللي تغير؟ افضل في وين يعني؟ فنيا يعني في بدايه المباراه. الحمد لله اللي يعني فرص متكافئه بينك وبين المنافس، واللي يكون تركيزه اعلى ويكون حضوره الذهني اكثر هو اللي يعني يتوفق ويستغل الفرص والاخطاء اللي تحصل، لان كره القدم هي اخطاء. الحمد لله احنا حاولنا يعني بقدر المستطاع ان وضحنا للاعبين نقاط الضعف نقاط القوه، والحمد لله الاهداف جميعها جات من نقاط الضعف اللي احنا اشتغلنا عليها. لكن في نفس الوقت يعني الحمد لله يعني المنتخب المالي برضه اكيد انه تابعك، واكيد انه كانت عنده رغبه اقوى من رغبتنا انه يفوز. هذا اللي حصل في المباراة. شجاعة منك أن تظهر كابتن وتظهر أمام الإعلام أيضا وتتحدث بأنك تتحمل الخسارة، ولكن أتحدث في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع تويتر، الجماهير تلوم بعض اللاعبين بالأسماء بأسماء معينة، ماذا تقول كابتن؟ لا، أنا اللي أتحمل مسؤولية. اللاعبين ما في ولا لاعب يتحمل مسؤولية، إحنا اللي نتحملها جميعا، إحنا كتيم واحد كفريق واحد إحنا اللي نتحملها، ما يتحملها ولا لاعب نهائيا. أخيرا، الأمال أصبحت معلقة بغير المنتخب السعودي. والله الحمد لله، إذا الله كاتب لك الخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. إحنا ناس مؤمنين وقدر الله ما شاء فعل، هي كرة القدم كذا، لابد ترضى وتحمد الله على كل حال. فزت، خسرت، عدلت، ولا نعرف وش راح يحصل في المستقبل. ما نعرف، إحنا ممكن الله مختار لنا شيء أفضل من ما إحنا نطمح له، والحمد لله رب العالمين. كيف راح يتم التعامل مع اللاعبين في الخسارتين هذه يا كابتن؟ والله شوف، اللاعبين حاسين بالمسؤولية، وأكيد كانوا يطمحون أنهم يكونون أفضل من كذا بكثير، فأنا أتمنى أن ما نحملهم أكبر من طاقتهم، وهم مميزين في كل حالاتهم، وهي كرة القدم كذا، منتخبات وفرق عالمية ولاعبين على مستوى عالي أفضل من المستوى اللي قاعدين نلعب فيه، وتقع منهم أخطاء، وهذا طبيعة كرة القدم، يعني كرة القدم أخطاء وعمل واجتهاد. احنا اجتهدنا وعملنا، الله كتب لنا ان احنا نفوز، لكن الحمد لله. رايكم؟ والله يعني احنا اكيد زعلانين عشان الخساره دي، خصوصا ان احنا كنا متقدمين 2-0 في الشوط الاولاني. سعوديه 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 سعوديه. المنتخب بصراحه ادى شوط اولاني كويس قوي، لكن الشوط الثاني ما اعرفش التراجع ده ليه. طبعا مش عايزين نعلق ونقول الحارس او اخطاء دفاعيه او الكلام ده كله، بس كنا بنتمنى حتى لو نطلع تعادل النهارده كان هيبقى لنا امل في مباراه بيت جوشت اللي جايه، لكن قدر الله وما شاء فعل، وان شاء الله الماتش الجاي نعمل نتيجه كويسه حتى نشرف المنتخب السعودي و العرب بشكل عام. العرب بشكل عام، احنا هنا كعرب جايين علشان نشجع المنتخب، لان ده منتخب بيمثل العرب كلهم. احنا مقيمين في المدينه بولسكا سعوديه فنزا فان شاء الله نتمنى الماتش الجاي في بيت جوشت نعمل نتيجه احسن، وتحيه لاخواتنا السعوديين كلهم، وشرفتونا هنا ونورتونا. واخويا حسام، خلينا نشوف حسام. والله مش عارف اقول ايه، بس لاعب كوره وفاهم ايش اللعب. هي اخطاء، هي كلها اخطاء، كل الاهداف اللي جت معظمها اخطاء. اولا خطا حارس وخطا دفاع، ما فيش دفاع، ما شفتش دفاع نهائي، واسف اقول ان الحارس مره ضعيف،
لكن نصيب وقدر ولازم نقبله، والحمد لله نتمنى في مباراة بيت جوش يتحول الموضوع. كنا أملين في الماتش ده حتى لأننا كنا فارقين في الأول 2-0، لكن نصيب الحمد لله. المباراة القادمة تتوقعون كيف النتيجة بتكون؟ والله على حسب معلوماتنا ان بنما فريق مش قد كده، هم تعادلوا مع مالي اعتقد، فان شاء الله لو لعبنا بمستوى الشوط الاولاني هنفوز، جايز ربنا يكرمنا وبقالنا امل في احسن توالت ونصعد للدور الثاني. نفسنا ان فريق عربي يصعد وان شاء الله خير، بس اتمنى بس ان المدرب بتاعنا يعني الكرة بتاعتنا تبقى هجومية شوية، لأن أنا شايف إن كل كورتنا بننقل كرة حلوة أوي في نص ملعبنا، إحنا المفروض الكرة تطلع لقدام، فدي ملحوظة يا ريت توصل للمدرب بتاعنا وإن شاء الله ربنا يكرمنا في ماتش بيت جوشت. والله هو أداء السعودية كويس جدا، أتمنى إن شاء الله يفوزوا، وعندي إحساس كبير إن شاء الله الماتش الجاي يفوزوا. No, Arabia Saudyjska moim zdaniem bardzo dobrze grała, tylko że no mieli trochę mało szczęścia z tym pierwszym karnym. هو بيقول ان المنتخب السعودي لعب كويس قوي، بس للاسف ما كانش عندهم حظ كويس. حظ قليل. كيف شاف الكره السعوديه وكونوا كشباب يعني؟ هيك جندوش تاكي موضح وباكيس عربي سعودي سكرايو فاينه تشيني فاينه. تاك فاينه بارزو. مي شاف بارزو podobało. عجبه فعلا الاداء بتاع المنتخب السعودي وبيقول بيلعبوا كويس. So how you saw this Saudi team? I thought they played well. I like some individual players in the team. I thought the number 9 is very good. Yes. Number 11 is very good. Uh-huh. The fullback defensive, I think on the right back he's very good as well. Okay. I just thought it was a very open game. Yeah. There's some potential future stars there in the team, and hopefully they'll progress and do well for Saudi Arabia in the senior men's side moving forward. But it was an entertaining game. I saw some good talent there, so I've seen there's been an improvement in investment in Saudi youth football. I can see this in today's game, so it was good. Okay. هو شاف المباراة إن شاف المنتخب السعودي في بعض اللعيبة موهوبين جدا زي رقم 11 ورقم 9 ورقم 10، ده بيقول إن المستوى كويس قوي مبشرين، وهو معجب بالإنفستمنت أو بالاستثمار السعودي في الشباب، وشايف ان المنتخب السعودي الشباب كويس يعني مستقبله كويس ان شاء الله. تتوقع ان المنتخب السعودي له امل في حظوظ اكثر انه يتاهل؟ Do you have any expectation about the qualification for Saudi for next level or no? To be honest with you, I've just come from another match yesterday. I went to watch Nigeria against USA. I've been following just individual games, you see. Yeah. So I don't know the point status. Did he win the first game, Saudi Arabia? I'm not sure. They lost France, against, yeah. Yeah, so yeah. It's going to be difficult, I think, for qualification now, losing today. Mm-hmm. I think you probably need, you know, 4 to 6 points to get through to the next stage. But yeah, it might be difficult. Okay. Yeah. هو شايف ان الوضع دلوقتي اصبح مش كويس، خصوصا ان احنا المنتخب السعودي خسر الماتش الاولاني، وهو كان محتاج على الاقل 4 نقط علشان يتاهل وكده، ف الامل ضعيف. شكرا. ثانك يو. نو بروبلم. شكرا. ثانك يو.